تايكواندو دائما بيكون لها حصه اساسيه عندنا صحيح. وابطالها دائما بيرجعوا لنا بالذهب وانجازات مهمه جدا. واليوم رح نحكي على بطوله اشبال التايكواندو اللي كانت في بيروت، وبيشرفنا يكون معنا الان بالاستوديو مدرب المنتخب الوطني للاشبال كابتن يوسف عصفور. اهلا وسهلا فيك. ولاعبنا البطل المعتز بالله السخني، اهلا وسهلا فيك وشرفنا. نورتونا. انت فعل مش قول. اهلا وسهلا فيكم كابتن يوسف. اهلا وسهلا. واكيد مش اول مره يكون انجازك سابقك باستوديو صباح الرياضيه، الحمد لله. لكن هاي المره من بيروت لعمان، خبرنا اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام. صحيح، احنا شاركنا بطوله العالم بسراييغو عاصمه البوسنه والهرسك قبل تقريبا اسبوعين، طبعا احنا مثلنا المنتخب، انا كمدرب والمعتز السخني كلاعب، واحرز المنتخب ميداليتين برونزيات على مستوى العالم. بعديها طلعنا على بيروت ولعبنا بطوله اسيا، واحرز المنتخب كمان ذهبيه وفضيتين وثلاث برونزيات فضيه من طبعا نصيب المعتز السخني. الف مبارك طبعا. هون بنبارك لك معتز، ونبارك لكل الابطال طبعا اللي عم بيرفعوا اسم الاردن وعلمه عاليا في كل المحافل. خبرنا هاي المشاركه كيف كانت؟ أول شيء أنا اللاعب مركز السخني، لاعب منتخب وطني للأشبال ولاعب مركز عصفور. الحمد لله قدرت هاي السنة أدخل منتخب وطني للأشبال وشاركت بطولة العالم، خسرت على الميدالية البرونزية من اللاعب الروسي، والحمد لله قدرت إني أشارك في بطولة آسيا وحققت الميدالية الفضية بعد فوزي بثلاث مباريات وخسرت على النهائي. فزت الأولى على اللاعب الصيني 2-0 وعلى الهندي 2-0 على اللاعب الكوري كمان 2-0 وخسرت من اللاعب الأوزبكي 2-1. ممتاز. بأي عمر؟ 14. ما شاء الله عليك كابتن يوسف. أكيد الفترة الماضية، بدناش نحكي الفترة الماضية، بنحكي السنين الماضية، سمعة التايكواندو الأردنية عم بتكون كتير كبيرة، وهذا الشيء بيخلي الناس إقبالهم كتير كبير. أكيد. كمان ولا لا؟ خبرنا. يعني دور الاتحاد الأردني للتايكواندو أكيد مشكور برفض المنتخب الوطني بعناصر مميزة وانتشار مراكز بكثرة بالمجتمع الأردني، مما يعني رفع مستوى التايكواندو بالآونة الأخيرة. طبعا زي ما انت شفتوا منتخب التايكواندو هسه مستعد للأسياد في الصين، إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق بإذن الله. يعني احنا يعني نتائجنا ما اجت من فراغ، يعني طبعاً. احنا بلشنا من بداية السنة من الإعداد البدني، التدريب بالجيم، شاركنا بطولة الفجيرة الدولية بداية العام المنصرم، السخني جاب ميدالية فضية، بعدين شاركنا بطولة الحسن الدولية في الأردن وأحرز الميدالية الذهبية، بعدين انضم للمنتخب الوطني، وبالنهاية شاركنا بطولة العالم بالبوسنة والهرسك وآسيا بيروت وأحرز الميدالية الفضي. الله يعطيكم العافية. كابتن يوسف، عم نحكي على إنجازات كثير من السنة الماضية، عم نحكي زي ما تفضلت ميسوم من سنين، والتايكواندو عم بيكون اسمها لامع. عم بيكون في تحديات أكثر خلال كل مرة، إنه مستوى اللعب ومستوى اللاعبين حتى بالدول الأخرى عم بيرتفع. نعم. فخلال مشاركاتكم الأخيرة وين عم بتشوف المستوى اللي إحنا عم نكون فيه؟ بس لعبة التايكواندو كونها لعبة أولمبية كل العالم صار يهتم فيها، والتصنيف له دور كبير، يعني كل ما شارك اللاعب بطولات أكثر بحقق نقاط أكثر وتحطه بصدارة التصنيف أساس يدخل الأولمبياد. أنت عارف الأولمبياد باريس السنة الجاي، وإن شاء الله يعني منتخبنا أنه بيكون له حدود كبيرة في الميداليات يا رب إن شاء الله. وهذا الشيء أكيد إحنا واثقين من لاعبينا واثقين من الإنجازات اللي حيحصدوها، وأكيد هلأ كمان رايحين على الأسياد. فإن شاء الله كل التوفيق يا ربي. المعتز بالله، خبرنا أكثر، البداية عندك بالتايكوندو إمتى كانت وبأي عمر؟ بلشت من سنة 2014 تقريبا، كان عمري 5 سنين. 5 سنين. عن محبة ولا أهلك قالوا لك يلا لعبة تايكوندو وخلاص؟ والله هي من صاحبي. صاحبك كنت حبك. أشوفه هو كل يوم بروح على النادي. أوكي. حكيت أنا بدي أروح أشوف إيش بيعمل يعني. أوكي. رحت وشفت تايكوندو ورحت على النادي عند كابتن يوسف وبلشت أتدرب من هذيك السنة ولحد الآن الحمد لله. وما انقطعت ولا فترة ولا مرة. بعدك مستمرة. أو كل فترة كورونا كلنا قاعدين بالبيت. كورونا هي وقفت الحال يعني للكل، وقفت الحياة كلها مش بس الرياضة. بس إذا بدي أسألك على دعم أهلك وتأييدهم، يعني في أهالي بالأول بقول لك يلا عشان الولد يتسلى شوي، في أهالي لا بقول لك ابني لاعب وبطل. أهلك كيف كانت تعاملهم معك؟ أكيد إنه أنا بقدر، إنه أنا بطل. يعني أنا أبوي دائما قبل ما ألعب بيحكي لي العب وعطي اللي عندك حتى لو خسرت. هو مش متضايق إني خسرت، هو متضايق إذا إني ما لعبت. حلو. تعطي اللي عندك. بحب إني أجيب ميدالية، بس برضو إذا خسرت أعطي اللي عندي، يعني صح. أقدم أكثر ما بقدر.
هون وجه تحيه لاهلك اكيد احنا اكيد تحياتنا لكل الاهالي اللي بدعموا اولادهم واولادك ابطال يا كابتن يوسف. الصيحة مثل السخنه يعني واجهت اكبر صعوبه المباراه اللي مع الكوري يعني الكوري بتعرف هم يعني من تقريبا ابطال العالم بس احنا صرنا نقارع كوريا وغير كوريا وايران والصين وكله عاد استطاع انه يهزم الكوري. قبل ما يفوت على المباراه كان كثير متوتر طبعا كان هو مأمن الميدالية البرونزية بتعرف الواحد لما يأمن الميدالية البرونزية برتاح نفسيا على أساس إنه بده يطلع منصة التتويج. قلت له يا معتز عادي شو الكوري إحنا أحسن من الكوريين بس خلي عندك تصميم خليك عندي راضي وخليك مرتاح ورد على تعليمات المدرب. فعلا مع إنه يعني تأخر بالنتيجة بداية الجولة الأولى اتقدم والجولة الثانية اتأخر واتقدم وفاز على الكوري وصف على النهائي مع لاعب أوزبكستان ما شاء الله عليه. وأوزبكستان ويعني هالدول هاي كاملة إذا ما بدنا نحكي كمان هم من الأبطال طبعاً. العالم طبعاً. وأكيد هم هيك محطات يعني قوية بتنافس الأردن والأردن بينافسها. هون عم نتحدث كابتن الإقبال حديثا كيف عم بتشوفه عندك؟ الإقبال يعني بقدر أقول على لعبة التايكوندو ممتاز رغم الظروف الاقتصادية بس الناس صارت تهتم إنه ابنها تنسق لشخصيته بالضبط غير إنهم يكونوا يتدربوا رياضة. قصدي بيجوا لك الأهل بيحكوا لك جديد بدنا إياه يصير لاعب منتخب أول ما يجي بيقول بدي أنا تنسق لشخصيته بدي يحتك لأنه ابني لا بيطلع ولا بينزل بدي يروح ويجي ويشوف يشوف الاولاد وين بروح وين بيحتكوا بيلعبوا بطولات يعني بيحكوش انه بده يصير بطل اول ما يسجل لاعب بس انه تنسقل شخصيته حلو بيكون بدهم بالبدايه فائده شخصيه انه يتحسن شوي يكون اكثر تفاعلا مع بيئته نعم. بعدين بيوصل لمرحله انه بدهم اياه يكون بطل نعم. وهون اذا بدنا نسال حضرتك على دعم الاهالي لما بيشوفوا بابنهم موهبه مش مجرد صقل شخصيه او تعبئه وقت. يعني أنا بقدر أقول مثال عن المعتز وأهله يعني أول ما جابوا لاعب تنسق لشخصيته كونه هو يعني هو أخوه توم الله يخليهم الأهل وحيدين يعني تدربوا على أساس أنهم يندعكوا بهالمجال بعدين بعد ما شاف أهله شافوهم أنه بلشوا يصيروا صاروا أنهم حاولوا أنهم يدعموا أن يصيروا أبطلوا فعلا يعني حتى وصلوا المنتخب الوطني. مين أقوى أنت ولا أخوك؟ شو اسمه أول؟ معتصم. معتصم مين أقوى؟ كل واحد بيلعب وزن مين أقوى؟ كل واحد وزن مين بيجيب ميداليات أكثر؟ أرديك تحكي لي أنا معتز شو اعترف أنا بدي ميداليات أكثر خلاص أوكي حياتنا للمعتصم بالله كمان شو تغير بشخصيتك يا معتز؟ صرت أثق بحالي أكثر ويعني كنت أستحي زمان كثير يعني هسا مش إنه ما بستحي هسا بس إنه أحسن يعني تغير شخصيتي للأحسن تتجرأ أكثر للأحسن ممكن تحكي طبعا. رأيك بطريقة مختلفة بالمدرسة شو تغير معك أكيد رايق مع الشباب كيف نظرتهم إليك أنت في المدرسة الكل مبسوط فيه يعني حتى طبعا. بس روحت من لبنان فوت على الصف في كل حصة لازم يزقفوني خلاص لازم. بطلنا يلا إن شاء الله بتجيب أهم الإنجازات على مستوى المملكة بالعالم كلياته إن شاء الله. بلسان قبل ننسى إحنا شاركنا بالمنتخبات الوطنية بأربع لاعبين يعني بدناش نعم. ننسى أنا بدي أسألك عنهم والله إحنا طبعاً متشرفين بالمعتز بالله ولكن في لاعبين بيستحقوا برضو نذكرهم ونحكي برضو عن إنجازهم. صحيح في يزيد عمر استضفتوه قبل المرة جاب ذهبية بلبنان قبل ثلاث سنين تقريباً طلع معنا بطولة العالم خسر مع الكوري. لا سوري بآسيا خسر مع أول مباراة عن الكوري وخسر بال يعني بالأفضلية فرق نقطة 4-3 وما قدر يحقق ميدالي. عاد أنا بشكر وبشكر أهله لأنهم يعني ملتزمين زي أهل معتز. طبعا في كمان لاعب راشد حمدان أجت مباراته مع الكوري وخسر آخر جولة. طبعا في ابني مؤمن عصفور حقق الميدالية البرونزية بطولة آسيا وفاز مباراتين وما قدر يكمل الإصابة كانت مباراته كمان مع أوزبكستان ما قدر يكمل المباراة. طبعا أنا بهنيهم راشد يزيد ومؤمن عصفور ألف مبارك لهم تحياتنا ونقول لكوريا استنونا جايين طبعا احنا شوفوا أبطالنا شو حيعملوا زي ما انتظرونا زي ما انت عارف بأسياد الصين يعني آسيا مشاركين طبعاً. كوريا تايلاند تايبي كلهم طبعا طبعا كلياتهم مشاركين 45 دولة تقريبا تقريبا اللي بدي أحكي لك عفوا 45 لعبة بدي أحكي لك معتز بتوجه تحياتك لناس لأبوي وأمي وأخوي كمان ولزملائي والكابتن يوسف وكل الكباتن محمد عصفور شباب الصف
وكل ولاد الصف اللي زقفوني. اي شعبه انتم؟ الف. الف الف يعني متميزين، يعني السابع ولا الثامن انتم؟ تاسع. تاسع ألف، ها شباب تاسع ألف، تحيات المعتز بالله لكم. كابتن آخر أخبارك، شو في تستات جديدة، اختبارات جديدة للدان السابع أظني آخر شيء؟ لا أنا أخذت الدان الثامن واستضفتوني. الثامن أخذناه إن شاء الله. التاسع بعد 4-5 سنين تقريبا. بعد 4-5 سنين بس يعني ان شاء الله عم بتحضر لها. ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. الله يخليك. الله يسعدكم. اذا تسمحوا لي حضرتك طبعا عن الفتره الجاي استعدادكم للمرحله القادمه مع الشباب، كم حدا حيكون موجود معك بالمنتخب؟ هسه تصفيات جديده بصير بدايه العام القادم. نعم. واللي بفوز ببلش يستعد في بطوله العالم في كوريا بشهر 4 بكوريا. نعم. شهر 4 ان شاء الله، وان شاء الله احنا نطمح انه يكون نتائج احسن ان شاء الله. الله ان شاء الله. تحياتك. وانا تحيات صراحه انا بشكر الاتحاد الاردني الاتحاد الاردني للتايكوندو برئاسه سمو الامير راشد وسمو الاميره زينه ومجلس الاتحاد يعني كله يعني اللي يعني ما قصروا ابدا في دعم اللاعبين والمدربين. طبعا احنا طلعنا على بطوله العالم مدربين منتخبات. نعم. كانت في فكره رائده عند الاتحاد انه يطلع بئاسه مش بالعالم. كل لاعب مع مدربه. نعم. وانا طلعت كمدرب مع معتز كمدرب ومع ابني ومع اللاعب راشد، الحمد لله استطعت اني احرز ميداليتين من اصل 4 لاعبين ما شاء الله. وطبعا بشكر الكادر التدريبي كله للمركز طبعا، حتى اللي خسروا قبل اللي فازوا في المركز. وانا بحث يعني كل الاهالي مش بس بالمركز عندي، بحث انه يكون عندهم نفس طويل طبعا. انه اللاعب لازم يعني بده فتره طويله حتى لو خسر اولها بالنهايه بفوز ان شاء الله وبيحترم المنصات الدوليه ان شاء الله. وانا بشكر الاهالي كلهم من المركز وبالاخص سلمى وابراهيم ابو طاحون وجميع اعضاء المركز. تحياتنا للجميع اكيد. شكرا لكم، شرفتونا. شكرا جزيلا لكم.